منتجات مغشوشة ومقلدة وذات تأثير ضار على صحة المواطنين والبيئة، تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لها وتضبط القائمين عليها في إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والتداول للمنتجات بكافة أنواعها. من هذا المنطلق، وبعد معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام، والتي أفادت قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بأبو زعبل بالقليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال، وتجميع نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية والتي تحتوي على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى، وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها على مراكز الصيانة الإلكترونية، ما يشكل ضرراً على الصحة العامة للمواطنين. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك المصانع المتحرى عنها، وأمكن ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات بدون ترخيص. بإجمالي مضبوطات داخل هذه المصانع وصلت إلى 166 طن مخلفات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات ومواد خام لزجاجات فارغة خاصة بأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر، ومواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية، ومنتج نهائي لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدل التداول. الأخطر من ده كله اللي هو حاجة جديدة يمكن المواطن المصري هو مش مدركها ومش يعرفها، اللي هي المخلفات الإلكترونية، لأن هي بتحتوي على عناصر سامة جدا وخطيرة جدا، اللي هي منها الرصاص، الزئبق، الكادميوم، إلى جانب البلاستيك. مواد سامة بتأثر على الجسم والإنسان بصفة عامة وبتضر بخلايا المخ وبتؤدي لحدوث أنواع من السرطانات. كما أمكن ضبط 7 خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير تلك المخلفات التي تتسم بالخطورة، وكذلك 7 أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع والذين أقروا بمزاولة هذا النشاط دون ترخيص أو تصريح. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة وبما يمثل رادع لهؤلاء الذين غابت ضمائرهم وأعمهم الجشع والبحث عن الثراء دون النظر إلى الأضرار التي تلحق بالمواطنين من جراء هذه الأنشطة وهذه المواد الضارة، لكن أجهزة وزارة الداخلية تتصدى لهم بكل حسم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.